A ball moves along the positive x-axis under the influence of a single conservative force. The potential energy of the ball is shown in the figure. If the mechanical energy of the ball is 120 joule, ده الميكانيكال كله على بعضه اللي هو الكينيتيك زائد البوتنشال. Find the work done by the force on the ball between points A and B. احنا ما عندناش غير single conservative force، وبالتالي ما عندناش قوة خارجية ولا friction. عندنا بس مثلا زي الانرجي، زي ال mg، وزي السبرينج، القوة اللي موجودة في السبرينج، وبالتالي هي قوة كونزرفاتيف. وبالتالي مجموع الميكانيكال انرجي عبارة عن الكيناتيك انرجي والبوتنشال انرجي اللي جوه السيستم، مفيش ورك بيجيله من بره. بيسألني من ال A لل B، كان عندي مديني تبقى للرسم يعني البوتنشال انرجي 20 صار 60، وبالتالي في 40 بوتنشال انرجي زادوا على السيستم، يعني على الجسم. طبعا ده هيروح فين؟ هيروح للكينيتيك انرجي. فهو بيسالني قد ايه الورك اللي اتبذل من الكونزرفاتيف فورس دي على الكره. احنا عارفين ان الدلتا ورك هيظهر في شكل كينيتيك انرجي، فالكي بي ناقص كي اي. فلو عرفت الكي اي والكي بي اقدر اجيب الفرق بينهم. الميكانيكال انرجي هو مداني 120 اللي هي الكيناتيك زائد البوتنشال. فالكيناتيك انرجي عند الـ A مع البوتنشال انرجي عند الـ A اللي هو 20 على الرسم مع بعض دول 120، وبالتالي الكيناتيك انرجي عند الـ A كان 100. عند الـ B الاتنين مجموعهم 120، الكيناتيك انرجي عند الـ B مع البوتنشال انرجي اللي هي 80 كانوا 120، 60 مش 80، 60. ف60 مع 100 هنا 120، يبقى الكيناتيك انرجي عند البي 60، وبالتالي الفرق بين الاثنين دول هيظهر في شكل الورك اللي اتبذل على الكره. فنقول 60 ناقص 100 يطلع ماينس 40، يبقى الورك اللي اتبذل على الكره هو الكيناتيك انرجي عند البي ناقص الكيناتيك انرجي عند الاي، الفرق بينهم ماينس 40 جول، ودي القيمه اللي اتبذلت على البول.